ديالها 15.4 كتجي الثمن ديالها 142,000 ريال، 142,000 ريال هاد لاكوغميت هادي. الثمن الغرام ديالها هو 9200، هذا الثمن الجديد ماشي الثمن القديم. 142,000 ريال والتوصيل مجاني. اختي جوهره شكرا لك بزاف، وشكرا على البنات هاد 767 اللي كيشاهدوا معنا اللايف، مرحبا بهم كاملين، سواء بارطاجاو سواء ما بارطاجاوش مرحبا بهم. ثاني ما كيعرفش يبارطاجي فقط اعطينا لي جيم او القلوبه. هادي انا قلت لكم 142,000 ريال، 7100 درهم هاد لاكوغميت، يعني لاكوغميت راه فيهم المقاسات بزاف. عندي هاديك وعندي هادي فيها 18.5 غرام، يعني راه كاينين لي غورميت بزاف. هادي فيها 18.5 غرام، 18.5 غرام الا ضربتيها في 460 درهم للغرام كتجيك 8500 درهم، هادي ب 8500 درهم 170,000 ريال. اختي الا ندير لكم الربحه يلاه توصلوها المليون وندير لكم الربحه. والله انتم دابا الا وصلتوها ل1000 المشاهده اقسم بالله تنعطيكم كادو، ندير لكم كادو على اللي بارطاجا بزاف. ولكن الا وصلت ل1000، الا وصلت ل1000 دابا نجبد الكادو ونعطي نصيفطو اللي بارطاجا بزاف واللي كان من النصيب ديالو، ندير لكم القرعه الا وصلتوها ل1000. هذه 8500 درهم فيها 18.5 غرام. اختي ليلى ما كنشوفش التعاليق حيت كنحاول نوريكم شويه وندوز لكم شويه، حيت الا جيت نقرا التعاليق ما غندوز لكمش لي زارتيكل. انا غندوز لكم واحد لاكوغميت، بالنسبه للبنت اللي سولتني على سولتني قبيله واحد البنت على 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 المضمه مشلة، عندي اختي هادي عندي هاد المضمه مشلة، راه كدوزها في اللايف ونعاود ندوزها لكم ندوزها خفيفه. هادي مضمه مشلة وعندي خدمه فيها غزاله، انتم كتبان لكم بحال ديال الذهب، دايره 3900 درهم، مضمه اخرى مشلة. يعني انا باش ندوز لك تشوف فيها كيداير، 3900 درهم دايره هادي، 78,000 ريال، مضمه غزاله. يعني باش نرجع نحيد لكم، عندي هاد الكورميت رويال راني عاد جبتو، هذا راه جا ثقيل على اللي درت في اللايف اللي فات. ها انتوما كورميت رويال مع لا كورميت ديالو، شوف 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 على خدمه غزاله ما شاء الله، شوف لا فينيسيون، زومي لكم على لي ديتاي ديالهم باش تشوفوا الخدمه ديالو كي دايره. شوف كورميت رويال يعني الاسم يكفي، فقط الاسم ديالو كيكفي ان تعطيك المعلومه عليها الكورميت كي غادي يكون. كورميت رويال يا سلام. هانتوما شوف على كورميت غزال رويال، الا بغيتو تعرفوا الثمن ديالو البنات قولوها لي نعبروا لكم دابا. يعني هذا نقول لكم نقول لكم بالعنق وبلي شحال كيتقامو وعاد نفرق لكم كل واحد وثمنه. هانتوما هاد الكورميت رويال هو ودليد ديالو كيتقامو بجوج دالمليون وخمسين الف ريال. كورميت رويال مع لا كورميت ديالو بجوج دالمليون وخمسين الف ريال، جوج دالمليون وخمسين الف ريال هاد الكورميت رويال دالعنق مع دليد، شي حاجة غليظة. بالنسبة للطول البنات اللي كيسولوني على الطول كيكون فيهم 45 سنتيم 44، مي هادي فيها 45 كنظن، هادي جات شوية طول من هاديك اللي كانت عندي في اللايف اللي فات. هادي جوج دالمليون وخمسين الف ريال كورميت رويال، هانتوما ندير لكم في المانكا باش تبان لكم. كورميت رويال هي ودليد ديالها بجوج دالمليون وخمسين الف ريال، يعني اللي شحال اخر ثمن في هذيك المضمه. بالنسبه للبنت اللي سولتني على المضمه، المضمه اختي ديجا الثمن فيها مناسب حيت خدمه فيها يا سلام، خدمه تقولي ذهب، يعني تلبسيها في شي مناسبه ولا ما يقولوكش واش هذه المضمه نقرا هذه، حيت اصلا فيها الخدمه ديال الذهب وحجيرات باش كيخدموا الذهب. 3900 درهم، هذه 78,000 ريال. نرجع معكم كورميت، اللي بغى العنق بوحده الثمن ديالها بوحده ولا اليد بوحده يخليها لي في كومونتير باش ندوزها لكم في الثمن ديالها. يلا هاي خلي لكم هاد كورميت رويال باش الا بغيتوها نعبروها لكم كل حاجه بوحده. شحال الغرام؟ الغرام اختي ابتداء من 460 درهم للغرام، من 9200 لي رادكو البلدي، اما للرومي راه كل حاجه والثمن ديالها. الناس اللي عند جداد مرحبا بها، عند مجوهرات غزه عند زكريا اللي كتواجد في مدينه ازرو نواحي الاطلس المتوسط حدا مدينه افران، كنبيعوا خلاص الذهب 18 الكاره اللي كيبيعوه كاع الذهبيه في المغرب، وكنديروا التوصيل مجاني
ما عليك غير تشوف الارتيكل اللي عجبك وتسكرينيه وتصيفطوا لي في نمره الواتساب اللي هي 06 21 24 0 46، وكنديروا التوصيل مجاني زائد هديه على الثقه اللي كدير فينا وكتشري عندنا. يعني شنو هي الثقه اللي كدير فينا؟ انك ماشي انك حنا كنعطيوك الارتيكل ديالك ذهب بالتوصيل ديالك بلا غارونتي بكل شيء، غير الثقه ان الواحد كيخلي مدينته وكيشري عندك في مدن اخرين. يعني راه الحمد لله الثقه كاينه ولله يحاسب. مرحبا بالجميع. الرويال ما كاينش الخاتم الحوار، الرويال بعدا عاد فكرتيني، برافو عليك على فكرتيني. الخاتم الرويال راه كاين الخاتم ديالو، يعني اللي بغى ياخذ لا غورميت وهي الحلقات. اختي انا نقول لك علاش ما جبتهمش الحلقات، لقيت طوال وانا بغيت الحلقات اللي لاصقين، راه عاد غيجوني السيمانه الجايه. الخاتم الرويال ها هو. واش كدير المصارفه اختي فوفا؟ كندير المصارفه على 3 شهور والحاجه خصها تتجاوز 10000 درهم. يعني باش من حيت شنو هو المصارفه؟ المصارفه شي خطره كتكون كيكون الثمن كيزيد عليك في الثمن الدايبي وكيدير معك المصارفه. يعني حنا ما نزيدش عليك، ولكن نحاولوا نشوفوا شي مده اللي نتفاهموا فيها بجوج. مرحبا اختي. الغورميت رويال ها هو، راه عندي الخاتم ديالو. الحلقات اللي ما جبتهمش حتى السيمانه الجايه ان شاء الله. واش كاين لميزات ام ريم؟ راني دوزت اختي شي حاجه د لميزات، وان شاء الله الا بقى الوقت غنزيد نوري اكثر. المهم غورمي الدرويال بجوج مليون و 50000 ريال ديال العنق ديال اليد. ميري موجود، انا نتوما وصلوا ل 1000 وانا الكادو ديالي موجود، هذا هو اللي عليا. وصلوا ل 1000 الكادو ديالي، مرحبا بكم. يلا الا بغيتو الثمن ديال هاد الرويال اليد ولا هاد العنق قولوها لي. ما جاوبتينيش من المدينه هذه اختي، هذه مدينه ازرو نواحي الاطلس المتوسط. اللي ما كيعرفش مدينه ازرو ولا حيت كاين واحد كيقول واحد منطقه جهه اكادير سميتها حتى هي ازرو، لا ازرو كتواجد في نواحي الاطلس المتوسط حدا مدينه افران. الكورميت رويال بوحدو اختي، الكورميت ليد واخ، نقول لك الكورميت ليد شحال داير بوحدو. البنت سولاتني على الكورميت رويال بوحدو، انا نقول لها الثمن ديالو كدير اختي 8000 درهم. 160000 ريال هذا الكورميت رويال بوحدها، 160000 ريال. انا غنوريك حتى واحد الشكل، جوج شكالات عندي فيها، عندي فيها هذاك وعندي هذا الستيل هذا. كنشوف حتى هي الثمن ديالها. هانتي عندي هذه ب 7500 درهم، غورميت رويال ديال اليد 750 الاورو 150000 ريال، وعندي هذه ب 160000 ريال. هانتو يعني راح هانتو باش تشوفوا الفرق، هادي 8000 درهم 800 ديال الاورو، هادي 750 الاورو 150000 ريال. غورميطات رويال هانتوما كيف كتشوفوا السدادات ديالهم، شي حاجة خدمة غزالة وكتجي في اليد تبارك الله معمرة في اليد. شوف هانتو غورميط رويال، راه حطيتكم حتى لاباك ديالو راه عندي. يلا سمحوا لي باش نقاد لكم الصورة ديالو مزيان باش نوريكم، نقرا شوية ديال التعاليق باش نعرف داكشي اللي بغيت ندوزو لكم. وعندي واحد الستيل غزال عاوتاني غنوري لكم دابا، عندي حتى هادي ب 8000 درهم 160000 ريال، عندي هادي ب 8000 درهم 160000 ريال 800 ديال الاورو، غادا من لهنايا غليظة بزاف وغادا وكديك راضي. 8000 درهم 160000 ريال 800 ديال الاورو. هادي 8000 درهم 800 ديال الاورو، 800 ديال الاورو هادي 160000 ريال، وانا غنوريكم وحده اقل منها. هادي ب 6300 درهم، هادي اللي رقيقه شويه عليها ب 6300 درهم. هذا ستيل مختلف على داك البلدي اللي معروف، هذا ستيل رومي، لي غورميت هو شكل رومي. غنحاول نقرا شويه ديال التعاليق ديالكم البنات. اوكي خويا كل حاجه بثمنها، راني البنت قلت لكم كل حاجه بثمن ديالها، بقى لي غير ديال العنق الرويال. العنق ما قلت لكمش الثمن ديالها، العنق راه فيها 29 غرام فاصل 26، الثمن ديالها هو العنق هي 1,094,000 ريال. ديال العنق البنات كنت كنبيعها بمليون ونص، اليوم حيدت لكم 300 درهم ديال البرومو، 1,094,000 ريال ديال العنق بوحدها. وديال اللي دخلت راني قلت لكم الثمن ديالها. ورينا شي حاجه ديال الاستعمال اليومي في السناسل. واخا اختي راه ما نسيتكش ايمان، مرحبا، هاني بارطاجيت من فرنسا، مرحبا بكم، مرحبا بالجاليه كامله. واخويا ورينا براسلي فان كليف، واخا براسلي فان كليف اختي انا غنوري لك. البنت بعدا اللي قالت لي براسلي فان كليف، انا غندوز لك جوج براسليات ديال فان كليف. انا غنحاول نقرا لي كومونتير ونوري داكشي اللي كتقولوا لي نتوما.
بالنسبه لفراس ليفان كليف عندي هذا ب 5800 درهم. هذا 5800 درهم، 116000 ريال براسي ديال فان كليف، هذا داير كامل فان كليف. وعندي واحد الخفيف الثمن اللي فيه مناسب، عندي هذا ب 2300 درهم، هذا الرقيق ب 2300 درهم، 46000 ريال، دوره كبيره.